بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ربنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، أمين يا سيدنا يا عظيم. ولهذا ردوا بالكم لا يقع فيكم، يحق عليكم هذا القول الذي ورد في هذه الآية الكريمة، آية 4 من سورة الإنسان. وما أدراكم ما الإنسان؟ من هو؟ هل هو من الموحدين أم هو من المشركين؟ هل هم من يتمتعوا برضا الرحمن، ولا مسقوط عليهم بكونهم اتخذوا ربا من دون الله وهو الشيطان، اللي هو أكبر عنصر الذي يدعو للكفر بوجود الله أو بوحدانيته أو بأديانه، أو دين حقيقي هو الإسلام. كل الرسل الكرام جاءوا برسالة أن أسلموا يا إنس وجن لرب العالمين، ومغلبهم قالوا لا. شو يميزك عنه؟ في بشر كيف تعطي روحك الصفاتية اللي جاينا من فوق أو أوحي إليه؟ خليك برا دور غافل، يقولوا فيها ويعرفوا لحد الآن. ما تنطقش ألسنتهم ولكن قلوبهم وأعمالهم تشهد عليهم، مش لهم، نسأل الله السلامة.